هجمة للشرطة. علي عادل. علي يلعب كرة جهة اليمين. عباس رهيب كرة صفوان دراس وسافرة سافرة من حكم المباراة وضربة جزاء للشرطة. ضربة جزاء في وقت قاتل. ضربة جزاء للشرطة. صفوان صدت كرة بالراس وارتطمت بيد أحد مدافعي دهوك وسافرة من حكم المباراة. ضربة جزاء في وقت قاتل فعلا. هاي عادة هاي عادة. لاحظ الكرة لاحظ الكرة اللي تحولت صفوان بالراس ومدافع دهوك باليد اصطدمت بيد مدافع دهوك وصافرة من حكم المباراة. ضربة جزاء النتيجة شرطة النتيجة كانت كرة باليد بيد اللاعب علي بهجت. هذا أيمن الحكيم أيمن الحكيم يتأسف على ضربة الجزاء اللي حصلت قبل قليل بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. وضربة جزاء للشرطة. أمجد كلف أمجد كلف الله يعينك يا أمجد. كل عيون جماهير الشرطة الآن عليك يا أمجد. بالوقت بدل الضائع وضربة جزاء. ضربة جزاء للشرطة. عدي طالب هل سينقذ هل سينقذ الموقف عدي طالب أن أمجد كلف سيعدل النتيجة. لحظات صعبة لحظات صعبة فعلا. أمجد كلف على التنفيذ وضربة جزاء للشرطة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. أمجد أمجد يسدد ويسجل هدف التعادل. أمجد كلف يعيد التوازن للمباراة وفرحة لاعبي الشرطة بهدف التعديل. أمجد كلف بأعصاب هادئة يضع الكرة في الشباك والعدد القليل من جماهير الشرطة سعيدة بالتعادل. أمجد كلف يعيد التوازن للمباراة. هاي عادل هاي عادل لكرة أمجد خلف من أمجد كلف من ضربة جزاء واللي سجل بها